كيما روتا عليك وجهي مع فوضى سؤال ويا صعب حلا والبزنس سما موضة كل واحد داير شلة عليك وجهي مع فوضى سؤال ويا صعب حلا والبزنس سما موضة كل واحد داير شلة وبحواسة كل واحد ماشي براسة سياسة وسرقة سواسة وفينا زينة مضروبة السلام عليكم. وعليكم السلام برحمة الله. قلت لك يا طيب نبي إلى المدينة الرياضية. مدينة رياضية. ديرت الشباب. ها تفضل أستاذ تفضل. الله يرحم والديك. لا سمعت انهم بينزلوه في المصارف وقالوا بيرد نفس السعر الاولي بجنيه و30 ويقعد متوفر تجي تعبي في شكاير وتعدي. ان شاء الله ان شاء الله والله ان شاء الله يا اخي نص المرحله هذه ان شاء الله ان شاء الله والله ان شاء الله لكن ما لكش غاب يا اخي ياك نازع عرفت والظروف تمت صعبه المعيشه تمت صعبه عرفت نزوح ومصاريف والعجار والعويله يعني حتى الواحد قاعد حتى في الوكيل كان الواحد تغدى ما يتعشى وكان تعشى ما يتغدى عرفت تمشي تمشي ان شاء الله ان شاء الله تروق وتحلى والله ان شاء الله ازمه وتعدي ان شاء الله والله ان شاء الله ان شاء الله يا اخوي لك يا خيك راه موش واخذ على البهدله انا كان عندي سياره كويسه عرفت السياره هذه شفت انت حالتها عرفت مره تطفى مره تولع اضطريت اني نبيع الكهرباء عرفت مش انا نسلك الاجار ومصاريف العويله عرفت وخذيت هذه قعدت نكركش بها عرفت لا حول ولا قوه معيشه تمت صعبه عرفت يا اخوي جدا جدا لي كانت بجنيه قعدت تويت اللي بجنيه هذه بستة جنيه تاخذها ولا بسبعة جنيه وتمينا نشره نحن طبعا ظلم الله غالب شو بتدير تمام تمام هنا انا وصلت انت انا هنا مية مية الله يرحم والديك تفضل تفضل اصلي يا باشا تفضل كم حقاتك يا طيب هاي تفضل اي اصلي والله بارك الله فيك بارك الله فيك اوي راشي راشي انزل يا شابي انزل ولا قرر هذا كله في راسك انزل ها آه. آه. شوف فيه يا شاب ها آه. لا مش ديوال فكر لي بقى انزل يا مزيلا فيه بس انزل يا مزيلا والله يروي قدريح يا راجل هيفتح عليك ونطلع لك عقلك انت فلوسك ما قلتك اما فتشة يا راجل يا طقش عيب يا شاب تعامل يا نمر فلوسك ما قلتك فلوس هذا اللي عندي خذ شنو والله يروي قدريح يا راجل يا را والله يطلع لك عقلك طيب اركب اركب وش هذين الشيء مثلا نبوه نبوه هات 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 كل حاشه لوطه لوطه اركبك ما تحركش ها عيب والله بس خليه يتحرك تون كيف عيب اركب عيب يا لسد عيب والله عيب الكلمه ما فيش حاجه اسمها عيب يا باشا والله عيب اخوك كبير انا والله لا لا عارف نقول لك حاجه عيب والله العب يلا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل شايف شنو اليوم مضى بس هاي من صبحت أنا لا حول ولا قوة إلا بالله اسمعني يا طيب نعم في مركز غاديك باي عدي أنت اثبت حقك دير محضر وأعطيهم مواصفات اعطيهم مواصفات الاثنين ضمه يا راجل خزي يا اللي سرقوا السياره حول قوه الا بالله الحول اعطيهم مواصفات واثبت حقك قصدك نطلع من هنا يا شابكي عدي طول من وين ما خشينا بدل ما احنا جينا يمين انت عدي صار كمل طول
وانت كيف يصير في مركز الشباب؟ تون عدينا الحقم، تون عدينا الحقم، انا احفظ عدوا طول هيك يما بالسياره. بس دير بالك نروح تون الحقم وندورهم، فهمتني كيف؟ يلا هاي حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. قول لك حاجه يا طيري، عارف الضبه بتاع اليوم هذه؟ دي والله خير من كل يوم، مني احسن ضبه ضربناها لان توا. مازال حبل على الجراح. تعرفوا اي حاجه يشروها فاضي بسم الله. عدوا جابوها بايدينا. اما اللي يبي ايش هو عدمه. الله يبلى هذا ما لازم نقسمه معاهم نحن. صبي انت وياه فوق. هوي هوي. يا قام زلوطه ارفع يديك فوق. ها تزبوها السايبه مالها تسرقوا في سياره رقد الريح. وريح توي بنلكم انت. اسكت انت وياه. ارفع يديك فوق. ارفع يديك فوق. شو اللي في يدك هذه؟ ابا حشيش. تحشي صغرى. عادي. والله حشيش نزيك يا عبيد. الله ينزيك. التكييفة تمام. اكل ولاعة. اصلي يا غالي. كيف؟ شو رايك في الخطة الجهنمية؟ اصلي والله. اخبار اصلي جدا والله. قسمة الفلوس غلط. ليش؟ هي غلط. قسمة فروض انا النص وانتم اثنين النص. شكله بيقعد رايس الطير. بتكمل تفنيصه بنت عاشو. جيب لنا سندوتشات من صاحبك السنة. يا ريت والله سندوتشات وراك تنسى القزوزة. عرفكم مدمنين قزوزة. ماني ما نشربش فيها راهو. نجيب ايش كيف هذه؟ نجيب الحمراء. ما باه. الله يعطيك بس. رد بالكم من قلبي. قلبي يا نايا. يا قلبي. قزوزة حاضر. يا نايا يا ابوي. أقدر شفرها علينا الداكن. قول حاجة. في خاطري نقصب لجناحاتها زرة بيبقى رايس. هو تمادة صح، لكن صاحبنا إيش تبي تدير له؟ الله غالب. الله غالب. يا معلم. يا معلمي. شلونك انت؟ شلون ازيك؟ الحمد لله. باشا الاخبار سلومه تمام. قلت لك فين حصلوا كبده؟ في اكيد. خلاص ما انا دي اللي تريتها كبده وتريتها شاورما. في شاورما؟ في شاورما مره. في وكثر لي مايونيز والحبش الشوكولات خلينيش نلحق جرتك. يا رجل عادي نزيد قزوزه ونجي. وبراحتك. ترى شفنا حسبة رضينا بالله عليك. ثلاثة ونص هذه. ثلاثة ونص بس يا مدقدق. ثلاثة ونص. يمك شيء. هاي تفضل.
يا بابا مالك دق دق كيف صار سلوين ما يجيب في دخاء كان كان ما قلتوا لي راهو جبت معاه انا طالع طالع لز واحد يا بزو كان مش اي شيء انا تو بس لوكالي يسقع يا راجل ناكلو يا قوتي المصرية حيبقى ميت سونا حيبقى من الميت جوك جواك جبت لك قزوزة احلى قزوزة الاحلى شباب الاحلى انت ماني نشرب شويه انا لكن ننساش فيكم بكره مجهود نزيكم صادي انا مش قلت لك سمح قف مثل اثنين لا لا خلاص تشاو الفاتحة اللي يروح الا فقيد تيلا جانا ما بأس المصير تكالب بسراقة هي 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 شيلوني اسقوه برا اوه بتفضحنا انت وركاننا ليش يخليه علي ماله ينشف يشف دمه صبح لأمه الدنيا وانا اسقوه برا فهو شيرا مشوار اراي سمح ما انا توه شنو نقول لكو انا جيال للمليون كول خلينا ناكل وين واشرب وين الاصاص اللي جابن هو نص المرحوم كيف صار والله هو نص الله يا دار عباك يا حتى اللي لو هو اللي جايبه طيب الله يرحمه رزق الميت عند الحي والله يا قول فيك يلا يا ولد اوي بي قلت لك الفلوس هذين او السياره كيف يصير فين انسان قعدت طريق اسمه والسياره هنا ضربوا لها اوراق مزورات ينبيعوها رابش ينفذوا بها ابشة سمحه وانا حرقوها كيف الاول لا لا راي سمحه حتى هو ايش صار راي سمحه فكرتي يا روحي لا 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 انا بطني انا يا رش كانك بطني يا راجل مش عارف ما عادش فهمت شوفي والله ما عاد فهمت الله بطني مسكتني يا راجل قلت لك يا دقدق نلقى عندك سنفيرال سنفيرال يا سم مش لزقة يا راجل بيني وبينك كان عندي فارين صغيرات فهمني كيف خليني العب يا يدير لي في جو في العوز بعد كبرا كان تعبني شو قعدا ياكلا ويشارك فيها في كل حاجة واليوم لقيت انقرمات شوية من الفلوس خليه لا وين خلين كانك شوف لي كان عندك سنفيرا انا عندي مفعولة فورية حلو عطي لي يا مدقدق بالسفاية يا غوالي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ايه وجي مع فوق